بسم الله. دلوقتي هنشوف موضوع الليارات. الليارات دي عبارة عن طبقات. بمعنى ايه؟ معنى ان انا عندي الشغل ده كله لو هو كله على نفس اللاير او نفس اللوحة، لما اجي عايز اخفي جزء معين هتبقى صعب عليا. يعني مثلا لو انا عايز اخفي مثلا كل اللي بوابل في المشروع، تمام، هبقى صعب علينا نحدده. انما هي الفكرة كلها ان الحاجات دي مرسومة على كذا لاير، كأني جايب كذا ورق شفاف وكل ورقة فيهم رسم فيها حاجة. يعني في واحدة فيهم مثلا رسم الأبواب، واحدة تانية رسم الشبابيك، واحدة تالتة رسم فيها الحوايط، واحدة فيهم رسم فيها المكاتب. فمثلا لو أنا عايز أسلم شغل من غير المكاتب خالص، يعني أنا أسلم شغل كهروميكانيكال، فالكهروميكانيكال هيحتاج مثلا الحوايط، هيحتاج الأبواب الشبابيك، إنما مش هيهتم أوي بالكراسي. تمام، عايز أخفي الكراسي. أخفي الكراسي دي إزاي؟ بكل بساطة بروح مع حد على كرسي فيهم او اكتر من كرسي، او كرسي واحد فيهم كفايه، ده محطوط على اللاير اسمها تشيرز. ممكن اجي هنا اقول له اللاير دي اخفي لي اللاير دي، تمام، بص الاقيها اختفت تماما من اللوحه. تمام، دي فكره الليارات باختصار. لما اجي هنا بدوس على اللاير بروبرتيز تظهر لي الشاشه فيها كل الليارات. اقدر احدد كل لاير ايه الخصائص اللي فيها. انا ممكن اقول له مثلا اللاير ديت مش عايز تظهر في قلب اللوحة، فبلاقي إن الأجهزة الكمبيوتر كلها اختفت مرة واحدة بالشكل دوت. عايز أجمدها، عايز أقفلها بحيث إنها محدش يقدر يحركها. لو تتلاقى أمر موف ألاقي في علامة قفل كده إنها متقدرش تتنقل. لو علمت على كل حاجة يتنقلوا ما عدا الحاجات اللي هي معمول لها لوك. تلاقي الكمبيوترات لسه زي كده ما تحركوش لانهم احنا قافلين اللاير دي. تمام، دي الليارات. ممكن احدد اللاير معين، يعني مثلا الكراسي واخد اللاير ديت، ممكن اقول له لا خليها لاير تانية، وليكن مثلا ازرق اظهرها. تلاقي الكراسي كلها بقت باللون الازرق. فاحنا بنحدد كل الليارات ايه الوانها، ايه خصائصها، هل انت عايز اللاير تكون خطوط عادية ولا عايزها تكون هيدن خطوط متقطعة، عايز الحاجة تبقى خفيفة ولا سميكة. ممكن نديها سمك مثلا معين كده، تلاقي الكرسي واخد سمك كبير. ممكن عايز تتبع ولا ما تتبعش، يعني ممكن اقول له اللاير دي ما تتبعش، ابدا شايفها على الشاشه، بس لما تيجي تتبع ما تتبعش. في لاير عندي ما اقدرش اطبعها خالص، اللي هي لاير الديف بوينت. تمام، واللاير الزيرو ديت اللاير الاساسيه، يعني لو انا عملت مشروع جديد لازم بتلاقي فيها اللاير الزيرو. تعال نفتح ملف جديد خالص، بلاقي اللير الاساسي اللي عندي، انا لسه ما عملتش لير خالص، هو لير الزيرو. تمام، طيب لو انا عايز اعمل لير جديده في لير بروبرتيز، ممكن اجيب اي مكان فاضي وادوس رايت كليك واقول له نيو لير، واقول له سمي لي دي مثلا دور. اوكي، انا سايبها 1 او على اساس لو في لير ثانيه باسم دور. طيب عايز لونها ايه؟ تبدا تختار اللون، تبدا تختار الشغل. طيب وانا شغال هتلاقي كل الحاجات مفتوحه على اللاير بتاعتها مظبوطه. فلو انا جيت اعمل اي لاين جديد ابدا ابص على انهي لاير، على اللاير زيرو لا، ده انا عايزها على اللاير مثلا اللي احنا لسه عاملينها اللي هي اللاير ديت، ارسم هتلاقيها اوتوماتيك خد اللون بتاع اللاير دوت. طيب لو انا عايز ارسم حاجه على لون مختلف غير لون اللاير، يعني في باب معين عايز اديله لون مثلا احمر او اي حاجه، هو ده مش مظبوط. يعني الافضل ان كل حاجه تبقى على لون اللاير بتاعتها، بس لو انا عايز استثناء يعني باجي من بروبرتيز هنا وابدا اديله خواص خاصه بيها. يعني اقول له خلي اللون ده مثلا احمر. تمام، الاصل فيها ان هي باي لاير، انه اوتوماتيك بياخد لون اللاير. ممكن اقول له خلي لي الخطوط بتاعتها لها سمك معين، اديها سمك معين، اقول له خلي الخطوط هيدن. تمام، هي هنا مش ظاهره معايا هيدن، اهي لازم تتقرب شويه عشان تظهر معاك. في حاجه اسمها ال LTS،
اوكي لو انت بسكيل ده بقول مثلا خليها 5 يبقى يكبر الصفر بينهم، بقدر اتحكم فيه في مقدار اللاين تايب سكيل، بيخلي الحاجات اللي قريبه من بعض دي تبدا تظهر معايا ولا لا، اللي هي الخطوط دي تبدا تظهر معايا ولا لا. تمام، هتظهر اكتر ممكن نقول لاين تايب سكيل مثلا خليها لي 15. تمام، طيب في هنا بعض الادوات بتساعدني، يعني ممكن انا مثلا عايز اخفل اللاير ديت. تمام، فاقول له هنا ايه اوف اقفل لي اللاير ديت واحدد اي لاير انا عايزها لكم مثلا ديت او اللاير ديت. خلي بالك هو بيخفل اللاير كلها مش بيخفى عنصر. طيب عايز ازورهم كلهم، بقول له ايه تيرن اول لاير اون، خلاص كده بيزر كل اللايرات. ممكن اقول له ماتش، يعني اخد اللير ديت سوري يعني اخد اللير ديت اديها للالوان ديت. طب ليه ما خدش ما اداش اللون دوت؟ لان ده بلوك، فلازم لو انا عايز اغيره ادخل جواه اعدل فيه، سواء بنوزع على مرتين او ان انا اكتب ايد بلوك او ان انا اعمل ريف اديت. انا نفسي دخلت جواه وابدا اعدل الالوان بتاعته، ممكن اوتوماتيك تيجي هنا تدوس على اللون نفسه تجيلك الباليت بتاعت الالوان، تبدا تختار اي لون انت عايزه مره واحده. تمام، ليجي ان انت مثلا تعمل فريز تجمد عنصر معين لير معينه، ليجي ان انت تعمل لوك انلوك تقدر تجمد الحاجة تعمل لها ايزوليت، يعني تحدد عنصر تقول له ايزوليت، فهو بس اللي بيبقى ظاهر في اللوحة وبقية العناصر كلها مخفية.